السلام عليكم خوتي، كيف بقيتوا؟ بخير صحيحة. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ويعجبكم الدروس اللي فاتوا واستفدتوا. راه كنحاول أنني نقدم المعلومة ما أمكن ونبسطها باش توصل لكم، واللي ما فهمش حاجة ولا فقط يدخل الجروب ديالي ويحط السؤال ديالو فمرحبا به مرة أخرى إن شاء الله. المهم بالنسبة اليوم راه غادي يكون درس مهم 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 بزاف، وغادي نسطر على هذيك مهم، لأنه إلا ما احترمتيش القوانين ديال إيباي خاصة الفيرو أو لا رايت أونر فراك كطيح في مشاكل ويقدر يتسد لك الكونت ديالك إلا ما احترمتيش هاد القوانين هادو. المهم أهم حاجة عندنا هنايا هما الفيرو. الفيرو بحال كنقولو هو الملكية، شهادة الملكية أو براءة الاختراع أو بحال هكا، أو مثلا براءة الاختراع مثلا الموسيقى مثلا اللوغو اتسيتيرا. عندنا بزاف ديال الانواع، ما عندناش نوع واحد ولا جوج، فقط اننا خصنا نردو لهم البال. يعني اي ايتم غادي نحطوه فما خصوش يكون كيتجاوز هاد القوانين هادو. فاش كنقولو تريد مارك فاننا كنقولو السميه، مثلا السميه ديال سامسونج، السميه ديال ايفون، فما عندناش الحق اننا نحطوهم. مثلا شي كلمه، شعار اتسيتيرا. كنجيو اللوغو، مثلا اللوغو ديال ايفون كنجيو كنحطو مثلا الايتم ديال الايفون وكنديرو اللوغو، او لا كنبيعو شي تي شيرت وفيها اللوغو ديال الايفون فاحنا ما عندناش الحق اننا نبيعوه. زائد سيمبول مثلا هو رمز، شي رمز. عندنا هنا الكونترفيت او لا روبليكا، فهنا كنقولو المنتوجات المقلده. مثلا منتج ديال، ناخدو مثال ايفون اكس، نجيو حنايا ناخدو منتج مقلد ليه ونبيعوه، فهنا ممنوع منعا باتا، فخصنا نردو البال ما خصش يكون هذاك الايتم متعاود. براد نيم مثلا الا جينا نحطو شي ايتم فاننا ما غادي نبيعو مثلا ديال ايفون، غنبيعو واحد الكوفر ديال ايفون، او لا غادي نبيعو واحد سكرين شوت ديال ايفون، او لا باش ما نطيحوش في البراد نيم فاننا كنديرو يا اما كومباتيبل ويد، يا اما فيت، يا اما فور. فهاد الكلمات هادو كيخليونا اننا كنبينو بلي هاد الايتم هذا راه فقط سكرين، ولا يعني ماشي هو البراند بحد ذاته. الكوبي رايت عديدة، مثلا الموسيقى، مثلا التصاور، مثلا الكتوبة، واحد الكتاب ديال واحد الشخص يلا حطو هو باش يبيع فيه، كتجي انت تعاود تبيع في الكتاب ديالو فراه ممنوع، ما عندكش الحق هنايا. مثلا عندنا هنايا الصور ديال واحد المنتج، هنا كنصحكم ان اي صورة فخصكم تعدلوا عليها، ما تجيوش تحطوا الصورة ديريكتومون تحطوها وتزيدوا، فهنايا راه ما عندكش حق تهز الصورة. ماشي ديما تقدر تعاود الصورة، ولكن إلا بلغ عليك شي واحد فهنا راه يقدر يحبسوك الليستين، يقدروا يمسحوا لك هذاك البرودوي، يقدروا كاع يحبسوك الكونت. ماشي غير في هذه، يعني راه تكثروا المخالفات فراه كيحبسوك الكونت ديريكتومون. التكست مثلا فاش كنقول التكست مثلا ديسكريبشن، يعني الديسكريبشن او وصف المنتج، فما خصوش يبقى كوبي كولي. هنا علاش راه ايباي ما كتعترفش بكوبي كولي، خص تكون شي حاجه ديالك او اللي معدل عليها. زائد عندنا هنا الباتونت، الباتونت رايت، فهذا اخطر فيروس تقدر تطيحو فيه. هنا علاش؟ لانه كيكون شي واحد عنده واحد براءه الاختراع، مثلا اخترع واحد الشيء هو عنده الوحيد انه يستعمله ويبيعه ويعدل عليه، فهو الوحيد لواحد المده معينه، مثلا واحد 20 عام، 10 سنين اتسيتيرا، فانت ما عندكش الحق تحط هاد المنتجات هادو. انا اعطيكم امثله على هاد المنتجات. نمضوا الاول منتج اللي صراحه كانت جاني عليه تبليغ من الشركه الام وقالوا لي بلي راه ما عندكش الحق، فهو من نوع باتونت، يعني ما عنديش الحق انني نبيعه، فهي كاينه شركه وحيده اللي عندها الحق انها تصنعه وتسوقه وتبيعه. ها انتم واخا تشوفوا الثمن ديالو رخيص، يعني بياسه واحده دايره 3.25 فراه فيرو، يعني خصنا نردو البال لهاد الايتمز هادو اللي كيكونوا عندهم واحد ديزاين خاص بيهم. عندنا المنتج الثاني اللي بزاف ديال الناس غادي تقلبوا عليه باغ انترنت باغ اي باي، وغادي تلقاه راه كيتباع، يعني كيتباع بكثره، وغادي تقولوا انا اجي نحطو، فهذا حتى هو راه فيرو وخصكم تردو معاه البال. عندنا هاد المنتج هذا حتى هو كان واحد الصديق ديالي كان كيبيع فيه، يلا حطو وسدوا ليه الكونت. علاش سدوا ليه الكونت؟ فهاد المارك هادي ماركة معروفة عالميا، للأسف ناد الصديق حطها بدون علم، يعني هو ما عرفش، ما كانش على العلم ديالو، فناد حطها وسدوا ليه الكونت.
يعني كيقدر يجيك التبليغ حتى من تم. غنقول لكم مثلا، انا نعطيكم مثال، هذه هي الماركه اللي خدامين بها، فغادي نشوفوا هنا مكتوبه براند نيم، يعني الشركه اللي كتبيعو، شوفوا الاسم ديالها اغ دي اي بيبي. غادي نجيو الامازون، نفس الايتم غير هما مبدلين. هانت ناخدو الشركه اللي كتبيعو، هاي هذه هي الشركه اللي كتبيعو، او لا هذه باي ارجو بيبي، فهاد الشركه هذه هي اللي كتبيعو. فهنايا يعني عندي واحد ليكستونسيون كتبين بلي راها فيرو، شوفوا هنايا ارجو بيبي، نفس الديزاين نفس الشكل نفس كل شيء، فقط ان هنايا كاين هانتوما، فقط ان السميه اللي مبدله. هنا راه علي اكسبريس ما تامنوش عليه، راه ديما تيتحط فيه الفيرو. شوفوا هنا داير 179 دولار، وهنايا كنلقاوه بكل بساطه داير 47 دولار. هذا الشيء علاش كيتحاربوا هاد المنتوجات هادو. فهذا راه ماشي غير باتونت، راه مصيبه، راه باتونت وكوبي رايت وجمعهم كاملين. وعندنا هاد الايتم الاخير اللي انا شخصيا تينا طحت فيه، يعني طحت في الشباك ديالهم، كيتشن ايكي، حتى هو راه فيرو. انا شحال بعت فيه، ودابا غتدخلوا الاي باي وغتلقاو بزاف ديال الناس كيبيعوا فيه، بزاف ديال الناس، ولكن نهار كتحصل نهار كتودي. وبيان سيغ غادي نشوفو مثلا المنتج ديال ايفون اكس، الا خدينا المنتج ديال ايفون اكس فكتعطينا هاد العلامة فيرو. يعني هنايا ما تخافوش، واخا كاين هاد المشاكل كاملة، فإلا عرفتي تضبطها راه كاينين ملايين المنتجات اللي تقدر تحط في اي باي، ماشي ملايين، الملايير. يعني هذا يجي وحط، غير هو خصك ترد البال لهاد المخالفات وصافي. المهم، اول طريقة بعدا، وهذه خاصة بامازون باش تعرفوا على المنتجات ديال الفيرو، ولكن راه كنحذركم راه ما كتجبدش كلشي الفيرو، راه ما كتعرفش على جميع منتجات الفيرو، دور معها البال، فهي فقط كتعاونكم في 60% المنتجات. هي ليكستونسيون هادي، هي دي اس ام تولز سمارت كليب، انا جي غنخلي لكم الرابط ديالها في الديسكريبشن، وانستاليوها فقط، غير تنستاليوها فراك كتدخل كتبقى تعطيكم بحال هكا. ناخدو الان واحد المثال ديال واحد البرودوي اللي نشوفو واش فيرو ولا لا. بصراحة انا كنت كنخدم به وكان خدام، يعني شخصيا خدمت به، دابا راه منصحش بكم، منصحكمش انكم تخدموا عليه، فنساوه انه راه يخدموا عليه بزاف ديال الناس. المهم، عندنا مثلا كنجيو لهنايا كنلقاو هذا الاسم ديال المنتج او العنوان تايتل، كيجي باي، يعني باي شنو؟ ترابر. كنقلب على هاد الترابر هادي، فقط انني كنجي كندير هكا سيرش جوجل فور ترابر، كنقلب هنايا ما كنلقى حتى شي سيت ديال هاد الاخر، يعني سميتو ترابر ولا شي، ما كنلقاش. وترابر هنا فقط راه واحد الاكتيفيتي باش تخرج بقى بحال هكا، يعني ماشي اسم شركة او لا ويب سايت. نجي عاوتاني لهنايا سولد باي، وغادي لها تاهي روشاش، فهنايا كنلقاو فقط موقع امازون، امازون، اي باي، يعني ما كنلقاوهاش اصلا سيت، يعني ما كنلقاوش السيت ديالها. عكس اننا الا دخلنا شي اتم خوف ولقينا مثلا الموقع ديالو، فاذا لقينا الموقع ديالو ندخلو نشوفو الموقع ديالو هو الاول. ملي كنشوف الموقع ديالو بان ليا بلي بروفيسيونيل وماشي ديال شوبيفاي، فنخدم عليه. بان ليا واحد الموقع ديالو بلي بروفيسيونيل وشركة عندها هذاك المنتج وخدامة عليه، فهنايا من الأحسن نبعدو عليه. هذه هي بالنسبة للطريقة الثانية اللي كنصحكم بها، يعني هنايا كتشوفوا الاسم ديال المنتج، كتشوفوا الاسم ديال المنتج. المهم، هنايا كاين الطريقة الثالثة اللي كنقترحها عليكم، هو تدخلوا لهذا السيت هذا جوستيا تريد مارك، يعني هنا كيقول لك تريد ماركس اللي كاينين في او الكومبانيز اللي معروفين واللي مسجلين في تريد مارك ديال امريكا، يعني امريكيه. وكاين هنايا يو اس باتونت، يعني باش ما نطيحوش في المشاكل. ناخذ مثال، ناخذ مثلا نكتبوا هنايا امازون، شركه امازون العالميه، فهنايا كنلقاو شركه امازون مملوكه الامازون تكنولوجي ان كوربوريشن، هذه اي ان سي ان كوربوريشن، فهنايا راه معروفه واحد الشركه كبيره. وعاوتاني كندوزو اليو اس باتونت وكنكتبو مثلا هنايا امازون، كنقلبو مثلا واش كاين شي منتوجات باتونت بالنسبه لهاد الشركه هادي. فهنايا كيعطوني بلي راه كاينين دي سيرفيس وبزاف ديال الحوايج، يعني من غير الايتيمز فراه كاينين بزاف ديال الحاجات اللي كيخليوها باتونت. فوالا، يعني باتونت ها هي بيبليكيشن دات، يعني راه يلاه دات في 2014، ومولاها وانفونتور ديالها هو
امازون بيان سور، يعني خصنا نردو ليها البال. نجيو الان ناخذ واحد المثال اخر ديال واحد الشركه، يعني شركه اللي كنت وديتكم في الاول، اللي كان عندي لقيته فيرو، يعني جاني ميساج وحيدوا لي الايتم ديالي من ليستين. هي هاد الشركه هادي، اول حاجه بعدا كنقلب عليها في جوجل وكنشوف الا لقيت مثلا الفيديوهات عليها كتارين، مثلا هذا فيديو هذا فيديو هذا فيديو، يعني كيدير ريفيو ديال هاد الايتم هذا، ولقيت مثلا ها انتم غتشوفوا هنايا غادي تلقاو كيتشن ايكي، يعني ديال واحد الشركه، فراه هنايا من هنا بلا ما نحطه غير نبعد عليه ونزيد نقلب هنايا الى لقيت السيت ديالهم، نقلب مزيان ونزيد عاوتاني نشوف المرحله الثانيه الا بغيت نتاكد اكثر، تريد مارك ونشوف. فهنايا كنلقاو كنطيحو فيه، كنلقاو بعدا كنقراو هادي ديسكريبشن، ونقدروا ندخلوا كاع الايتم، نقراو هنا الديسكريبشن كنشوفو كيتشن ايكي، يعني هنايا ديال كتمضي بها المواس اتسيتيرا، يعني هنايا شوفو اونت باي ان كوربوريشن، والسميه ديال الشركه فاش كنشوفو السميه ديال الشركه كنلقاوها بلي شركه كبيره، يعني هنايا ضروري تصدو البال. يعني هنايا ها نتوما شوفوا، لقيت هنا لقينا ثلاثه ديال الطرق اللي كنستعملهم انا شخصيا، مابقاش كنطيح في المشكل ديال الفيرو. اول حاجه هي انني كنشوف هذاك دي اس ام تولز، الا عطاتني بلي راه فيرو فكنبعد عليه نهائيا ما كنقربوش. ثاني حاجه كنشوف اسم الشركه واش كاين في جوجل، وكنشوف واش تحلين شي سيت ويب سايت بالسميه ديالهم، واش كاينين شي فيديوهات على هذا الايتم هذا. ثالث حاجه اللي كنصحكم بها هي انكم تخدموا بهذوك جوج سيتات ديال تريد مارك وديال الباتونت، فهما كتقلبوا عليهم. كنقلب الى لقيت البرودوي كاين، نقلب على شكون كيبيعو، يعني الى لقيت مثلا اسم مثلا خارجي ديال شي واحد من تشاينا ولا شي واحد من جابون، المهم شي سميه بحال هكا، فماشي مشكل نحطو. والى لقيت عاوتاني بلي سميتو شي شركه ان كومبوزيشن كبيره، فمن الاحسن نبعدو على هاد البرودويات هادو ونخدمو في سيف زون كما كنقولو، يعني ما بقاوش نخربقو. ونصيحه ثانويه بالنسبه للناس اللي عاد غادي تبدا، فكنصحكم تخدموا بامازون علي اكسبريس، راه عامر بالفيرو، راه بزاف 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 فيه الفيرو، ما تسموش الفيرو صافي تخلعو، لا راه كاينين ملايين وملايير المنتوجات اللي عندكم حق انكم تبيعوها، فقط انكم تبحثوا، راه تقدر تجبد ليستا ديال البرودويات. انا ماشي تنقول لكم ما تقلبوش لقيتي برودوي في جوجل صافي ما تخدموش، نو تقدر تخدمو غير يكون هذاك الايتم ما تابعش شي شركه، يعني ماشي الشركه اللي دايره هذاك الايتم ودايره ليه الفيديو. فراه هنا كاينين بزاف الناس كيبيعوا لي برودوي في شوبيفاي اللي هما فيرو، لانهم ما كيبانوش، يعني ايباي ما كتحبسهمش، ولكن هنايا ملي كتخدم في ايباي فراه الامر يختلف، الامر هنايا راك كتبقى انت خدام عند ايباي، فهمتيني؟ هذا هو المشكل الاساسي في ايباي، يقدروا يحبسوا لك يديروا لك ريموف في داك الليستين وما يعطلوكش كما كنقولوا. يعني ما تنساوش راه كاينين بزاف ديال لي برودوي تقدروا تخدموهم، والله ولي التوفيق ان شاء الله.